اتكلم على مروان، وكنت عايز اسالك فعلا عن مروان. انت بصفتك من، انا في اعتقادي يعني، من افضل رؤوس الحربه اللي جت بجد يعني. انا شفتك بتلعب ما شاء الله يعني، عندك بتلعب كور عاليه، محطه كويسه، عندك سرعات كمان، النسبه التهديفيه بتجيب يعني من اجوان من فرص قليله. تقول لي المرحله اللي مر بيها مروان في فترات، وعودته تاني بشكل اكتر من رائع من خلال حتى اخر مباراه الدوري، وكمان اداؤه في مباراه الوداد، شايفه ازاي؟ يعني هقول برضو حاجه ممكن يعني كتير من المشاهدين ما كانوش يعرفوها. انا ليا موقف مع مروان شخصي، يعني ان انا اول ما مسكنا بتروجيت مع الكابتن مختار، كان مروان لسه راجع من الاولمبياد، وكان اصيب بالفيروس اللي جاله ده، وكان لسه بيتعالج. وربنا كرمه ورجع، فكان رجوعه كان صعب جدا. يعني كابتن المختار وانا يعني تعبنا معاه جدا عشان يرجع لمستواه، ويمكن انا ربنا كان جعلني سبب في ان انا اسهل له موضوع احترافه في البرتغال. لما رجع بعدها رجع على النادي الاسماعيلي، وبعد كده النادي الاهلي. مروان من اللعيبه كويسه جدا، عنده كل الامكانيات، بيلعب بدماغه كويس، محطه، بيلعب برجليه الاثنين، شوتنج كويس، بيتحرك بشكل كويس جدا، بيساعد زمايله في الفراغات اللي بيقدر يخلقها في ظهره من خلال تحركاته ونزوله او تحركه على الاجناب. بتصادفه ساعات سوء توفيق، بيصادفه ساعات فرص بتضيع منه بشكل ناس بتشوفها سهله، واحيانا برضه بتبقى سهله، لكن انت بتقيس الفرود كمجمل مش ك يعني كارقام بس. مروان له دور مهم جدا، اعتقد زي ما قال كده كابتن وليد، يعني فكره ان المدير الفني عنده امل فيه كبير جدا ومتوسم فيه خير وبيديله الفرصه، ان مروان من نوعيه اللعيبه اللي المدربين دي بتحبها. التحركات بتاعته، وقوفه على الكوره او خلقه المساحات لزمايله، بيلعب كمان يعني الكوره بتاعته مش يعني عاليه، بيقدر يسلم ويستلم بشكل سهل. كل ده مدي فرصه او الادفانتج لمروان ان هو يبقى موجود مع موسيماني. دي الحاجات اللي رجحت كفه مروان عن بادجي في المباراه الاولانيه، واعتقد برضو ان هو هيبقى الاساس بالنسبه له في المباراه الثانيه. مجرد ما بتفتح مع مروان ويبتدي يبقى في تسجيله كابتن، الثقه يعني انت ما تشوفه حتى لما الفرقه نفسه لما بيروح كتير وبيضيع، او مجرد ان هو بيجيب جول. انت بتلاقي مر عليك الكلام دوت يعني فتره من فترات كان عندك؟ انا كان عندي مشكله كابتن هاني اصلا وانا بلعب، كان معايا عمرو زكي، وكان معايا عبد الحميد حسن، كان معايا سيد عبد النعيم، كل دول فراوده مستنيين كابتن طه الماتش اللي لعبه ما جيبش جول، الماتش اللي بعديه اقعد. فهو كان كان يعني فانت تحت ضغط على طول، على طول. لا لا ولا كنت بتتعامل؟ هو كان بيديني دايما سبورت كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمهم، وكانوا دايما ده بيدي اللود على الواحد، ان انت لازم تبقى مركز مليون في المية، مليون في المية. الفرصة اللي تجيلك هي دي آخر فرصة في المباراة، فلازم تسجلها. كنت متوقع إنه يدفع بمروان في الماتش ده؟ الحقيقة مش بباتجي، باتجي لأنه بقى لي قدرات خاصة طويلة. هقول لحضرتك حاجة، أنا من أول ما جه مستر موسيماني وأنا أنا عارف إن هو هيعتمد على مروان، لأن برضو باتجي لعيب كويس، لكن برضو كورته قليلة شوية عن مروان. اللعيب المدرب اللي بيحب لعيبه الكوره يفضل مروان عن بادجي، ايا كانت الكلام او الاقوال اللي بتقال حوالين مروان يا كابتن هاني، بيشوفه في التمرين، لكن لا بيشوفه في التمرين. وفي نفس الوقت لا يمكن انا وانت وابراهيم وكل دول المديرين الفنيين يجوا يجتمعوا على مروان، حتى ويبقى مروان، حتى مدربين الاجانب انا بتكلم على كده، انا بتكلم يعني بسمي مسميات بس، لكن مع اختلاف حتى الجنسيات المدربين اللي بتيجي بتدي مروان. ما مش معقول الناس دي كلها ما يعني سوري ما بتفهمش، والجمهور اللي يعني اللي في بعض الاوقات بيبقى زعلان من مروان شايف احسن. الناس المتعايشه مع اللعيب والناس اللي موجوده معاه كل يوم في التمرين بتشوف اداؤه عامل ازاي، ممكن يكون في بدلك في المباريات، لكن هو مش شايفه صح زي فايلر وزي موسيماني دلوقتي. الناس بتعول عليه، يمكن الجمهور اساسا بيبقى بيتعامل بالقطعه شويه، يعني عايز زي ما انت قلت بيتعامل مباراه باي مباراه، مش بمجمل اعماله يعني. لكن الناس عندها امال يمكن في مروان، علشان كده في بعض الاحيان بنشوف العتاب ده على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني دي حقيقه، بس انا بتكلم في نقطه ان مروان بقى له فتره كبيره هو فرود منتخب مصر وفرود النادي الاهلي، ودي حاجه مش سهله جدا. وكابتن هاني يعرف، يمكن انا ما صادفنيش الحظ ان العب في نادي جماهيري، لكن اللعب تحت ضغط جمهور واللعب بتيشيرت النادي الاهلي بالذات، لا ده حمل كبير جدا جدا جدا. في لعيبه كتير ما بتحملوش، بنشوف
اكم من صفقات في انديه غير جماهيريه بتيجي النادي الاهلي بتيجي نادي الزمالك ما بتاديش بنفس الشكل، لان فكره النادي الجماهيري وفكره النادي الاهلي ونادي الزمالك بالذات في مصر وفي افريقيا لا لهم حمل كبير جدا 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 جدا. لكن في النهايه مروان مجرد ما بيفوق بيرجع ويجيب جول بتلاقيه بعدها الماتش اللي بعدها جول جولين، الموضوع كله بيبقى بس فكره ان الواحد يعدي مرحله الباد لك دي يا كابتن.